كلشي فرق لك الطريق تعدل الوالد طنجة تبدل وقفوا. انا مرتي الراجل، الراجل عندي في الفراش لا بينا سخلاتو لي في الطريق ما وصلاتو ليش لهاد الحي خندق قور ناسيناه ما تعدل والو، عايشين فحال اللي عايشين في شي بوادي حنايا. الطاكسي ما يطلعك، الطوموبيل ما تطلعك، الطوموبيل الحديد ديال الناس كيتهرس هنايا. الحومه تكونش معدل الا الحومه ديالنا، وما عارفينش علاش معكسينا فيها بزاف. الطوموبيل كل شهر شهرين خصنا نخسروا عليها ما نعرف شحال. الشركه حنايا جات شفناها كتحفر عايره التربه، قال لك انسالي ومحمر غنجيو نعدل لكم الطريق ديالكم. سالو محمر جمعوا الشركه ومشاو فحال الدوله. دابا الدوله الا تسقطا كيجيو يعدلوا حيت كيديو منه الفلوس، الطريق ما كيديوش منه الفلوس. حنا سكان الحي حنا كنعانيو هاد الطرق هنايا، الشتا ما كي التاكسي ما كيبغيش يطلع. لا بيلاص دابا هيدا اخر كتقول له المريض عندي او ما كيبغيش، كيقول لك معكم الطريق مخسره كيغلي عليك بالثمن. ودابا نتوما كتشوفوا هنايا الدنيا كلشي محفر كلشي مادي. عندنا واحد الشاطو هنايا، واحد الشاطو ديال الماء هو اللي رزلنا الطريق، ما هي كانت بحال هيدا. دابا قطعوا التقطيعه ديالهم دوزوا القادوس ردوها بالسرعه. دابا كنعانيو دابا فاش الشتا كتكون ما تقدرش تطلع، الزلق الطونوبير كتزلق. دابا وساعة الطونوبير كتعدل، دابا الطونوبير عرفتي سيك دابا وساعة تعدل فيها مهادي. دابا هنايا الترانسبور ما كيبغيش يطلعك واحد ثلاثة سنوات، قال لك يعدلوا لنا الطريق. الحي السكان ديال الحي كلشي فرحة، جا الوالد هنايا شاف الطريق صافي، جابوا الشركة غيرت التربة قال لك غنعدلوا لكم الطريق. كلشي فرحان كلشي فرق لك الطريق تعدل، جاو الشرطة داروا بالطريق اللي غيعدلو، قال لك غنطلعوها حتى نتجمع ونهبطوه. ديك الساعة قازت شي حاجة تبدل، ديك الوالي ما الوالي طنجة تبدل وقفوا، هاودو النساء من هنايا شي ديال النساء مساكن جمعوا بعطيتهم هاودو للولاية، هاودو للولاية قالوا لهم حنا وقفنا ديك، قال لك الميزانية ما كايناش، قال لك توقفت الميزانية، الوالي تبدل حتى الميزانية تبدلت. دابا حنا خصنا نعرفوا ديك الميزانية فين مشات دا الطريق. الشركة حنايا جات شفناها كتحفر عايرت التربة، قال لك غنسالي محمر غنجيو نعدل لكم الطريق ديالكم. سالو محمر جمعوا الشركة ومشاو فحال. حنا كنمشيو للإدارة نساو العواول، مشاو تما كيغاوتو عياهم يوم ما يغاوتو، ما كاين والو ندافع. الدوله دابا الدوله الا تسقطا كيجيو يعدلوا حيت كيديو منه الفلوس، الطريق ما كيديوش منه الفلوس. دابا حنا عينا ما نغاوتو معاهم، كنقول لهم هذيك كما كانت رجعوه، حنا كاع ما تعدلوا لنا، حنا كنقضيو بهادي حتى تجي الدوله تعدل لنا. دابا هي الشركه كامله الطريق اللي حفرتها قمانديس. المعاناه اللي كنعانيوها سيدي لا في العيال ديال المدرسه لا في النقل اللي وصلنا للدار ديالنا. انا مرتي الراجل عندي في الفراش لا بينا سخلاتو لي في الطريق ما وصلاتو ليش. قال لي خالتي وانا خدام ما نقدرش نهرس الطوموبيل ديالي. حنا كنعانيو بزاف، الله يجازيهم بخير، حنا كنطلبوا المسؤولين يوقفوا معنا في هذا المحنه، راه حنا مسيبين لا حنا ولا ولادنا. ترسبر ديال المدرسه ما كيبغيش يطلع على الدراري، الشتا والعواول مساكن كلشي كيطلع مفزق كلشي مكرفص. حنا كنعانيو بزاف من هذا الطريق بزاف، يلا حنا في الحومه هذه، الحومه تكونش معدل الا الحومه ديالنا، الا الحومه ديالنا. دور الحومه اللي مورانا معدله حتى الجامع، دور الحومه اللي هي المديونه معدلين كاملين الطرق حتى الا حنايا. الطريق الا كانت انت كتعرف الشرايين ديال الساكنه هنايا تقرب لهم، الا كان شي حاجه والا كان شي اسعاف. عايشين فحال اللي عايشين في شي بوادي حنايا، الطاكسي ما يطلعك، الطوموبيل ما تطلعك، الطوموبيل الحديد ديال الناس كيتهرس هنايا. هذا الحي خندق قور ناسيناه ما تعدل والو، اللي جا كيبني شي حاجه الكاميون كتهرس الطريق، المهم اللي كيتخسر ما كيتعدل. امانديس عدلت واحد الشاطو ديالها هرستنا الطريق، ما بقاو كيدوروا بينا، ما بقاو كيعملوا لنا حتى شي حاجه. الماء دخلناه بصعوبات باش دخلنا الماء، حتى تدخلوا لنا بزاف ديال الناس باش دخلت الحي الماء هنايا، وزادوا كملوا مي جاوا يحفروا باش عدلوا لنا الماء، زادوا هرسوا الطريق. الاطفال ديالنا راه عايشين معذبين، كنركبوهم غير في هوندات، ما كاين لا ترانسبورت لا والو، لا يدك لا ترانسبورت. هو في الجامعه كاين غير هنايا في الدائره، هو غير كرشه كيجيبوه في كيسردوه ما نعرف.
وحنا خصنا حنا خصنا الترانسبورت هنا، راه عايشين في الباديه ما كاين لا مدينه لا والو، واخا هي 5 دقائق من المدينه بحال اللي عايشين في الباديه. طونوبير كل شهر شهرين خصنا نخسروا عليها ما نعرف شحال، الروايد بلا هضره، اما الطريق في وسط المدينه واشقر ومنطقه سياحيه والفيلات، وحنا طالعين في طريق كولومبي ديال العذاب بزاف، ملي كتكون الشاخه وكنعانيو بزاف، ويكونوا معنا العواول والطونوبير كتبقى تزلق بينا، العواول كيغاوتو 20 سنه وحنا حضاريه وما كاينش شي حاجه، باقيين قرويه. انت كتشوف الحاله ديالنا كيمرض شي واحد، ما كاينش اللي البلاصه ما كتوصلش، الحديد كيتهرس هنايا، ملي كتكون شتا العود المدرسه فهمت كيف، عود المدرسه عاوتاني انت كتشوف ما كاينش اللي كيبان لا غلوم، ما كاينش اللي كيبان غلوم مدرسه، واش كتكون ما عندك ما تشوف فيها السلام، انت كتشوف دابا ما كاينش شتا وانت كتشوف كيفاش عامله كرفصه بزاف، هنا في شكايات جاو لنا شافوا قالوا غيعدلوا، هادي 7 شهور باقي ما كاين والو. حنايا طبعنا قدمنا الشكايات هنايا وعينا ما نمشيو ونجيو، بعد عام عاد جاوبونا ودابا هاه كاز عام اخر وباقي ما كاين حتى شي حاجه. حنايا الطوموبيلات تهرسوا لنا وباش نبدلوا ما غنقدروش نبدلوا مادام حنايا في هذه الحاله هذه، وزيد عليها ان حنايا حتى التلامذ مساكن مكرفصين، لا بولانسيا كتطلع ولا حتى شي حاجه ما كاينه، الناس كبارين ما بقوش كيقدروا يطلعوا على رجلهم، بداو كيعياو. دابا ملي كنكونوا حنايا طالعين بالطوموبيلات الناس اللي هنا وش حاجه كيبداو يرغبونا نطلعوهم، لان الناس كبرات وما بقاتش كتقدر تطلع على رجلها، هذا هو السبب. وبزاف الطريق راه هي مسببه بزاف المشاكل، حنا ما كنطلبوش شي لوطوروت هنا، حنا كنطلبوا الطريق غير جوج ديال الطوموبيلات لا اكثر، وما عارفينش علاش معكسينا فيها بزاف، احياء اخرين كلشي معدل، عدلوا يا اخرين الا هذه كينقزوا عليها، عدلوا مديونه، عدلوا احمار، هذه اللي بيناتهم ما كتعدلش، كيجيو كيشوفوا كيمشيو في حالهم صافي. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.